ركزوا بالتنصت منيح السجن يا حكمت، أكيد القاتل رح يحب يتصلوا مع شي حدا من برا. حاضر. وليش لا يتصل باللي برا؟ رح يقول للي جوا باللي صار. رح يضطر إنه يخفي هذا الشي عن التنظيم يا عبد الحي، رأيي إنه خاف كتير. بمين رح يتصل معلم؟ هذا اللي بدنا نعرفه يا ميماتي. ميماتي وعبد الحي بتروحوا مباشرة للمكان اللي رح يتصل فيه. وأنا معلم؟ إذا اتصل الزلمة بمكان تاني بتروح أنت وإياد وعزت لهنيك واحد ورا التاني، وبيضلوا الكل على اتصال مع بعض. تركي رح يطلع اليوم ما هيك؟ ايه معلم، أنا رح روح أخده. حكمت، طبيعة تركي مختلفة شوي وبيكون طالع شخص تاني. يعني لا تضغطوا عليه لأنه بيلزم. إذا شاف المجنون مجنون تاني بيخبي عصايته. سيد سلجوق ألمك كبير، الكلمات ما بتجدي لتخفف ألمك، بس بمثل هالأوقات الصداقة بتخفف الألم شوي وبتداوي الجرح. الحمد لله على السلامة. سمعت انه وضعك متأزم شوي، بتمنى انه تحل شراكتنا هالضائقة اللي انتو فيها. نحن اكبر مجموعة شركات بمجال الصحة، بدنا اياكم تعتبروا عرض شركتنا على مشافيكم خاصة بهالفترة خدمة وبس. خاصة انكم شرفتونا بزيارتكم يا سيد رضوان المحترم، وعزيتونا بوفاة اخي المرحوم. بس يا سيد رضوان، مشافينا ما بتهدف للربح ابدا، لانها تأسست لخدمة اصحاب الحاجة كمان، وهذا هو شرط شركتنا مع الاخوة الاطباء اللي عم يتعاملوا معنا. الوقت مختلف هلأ يا سيد سلجوق، شو بيقولوا بالطيارة؟ حطوا اقنعة الاكسجين لحالكن اولا وبعدين لأولادكم. انتو مالكن بس اصحاب الحاجة اليوم، اسمح لنا مشان نحط لك القناع وتنفس، وبعدين راح نساوي اللي لازم نساوي. ما راح يلاقي شاهد يتعرف على تركي، صعب يلاقوا هذا الشيء حتى بألمانيا. هيك هي عائلة كشكار، مثل ما انكتب عنهم بالضبط. بس معقولة عائلة بتشتغل بمجالات الصحة والتعهدات والإقمار بنفس الوقت؟ ولسه في الطاقة والصحافة والأسلحة، وعندهم شي 35-40 مليار دولار. ما في صوت من السجن؟ لسه معلم. البنت شو عم تساوي؟ طوروس؟ اي نعم. بالبيت، عندها اجتماع. أعطيني السماعة الثانية. أنا ما بقبل الاستسلام أو الخسارة أبداً. مثل ما بدك، بس إذا ما تحصلنا هذا الأسبوع على 50 مليون دولار كاش رح تنزل خياراتنا أوتوماتيكياً للاثنين. بيتي بس بيساوي هالمبلغ؟ هذا قبل ما يموت والدك هدى خانوم. وشو معنى هالحكي؟ السعر اللي رح يدفعوه لبيتكم تقريبا هو 10 مليون دولار، هذا إذا عطوا مصاري. ما رح بيعه بقرش أقل من 50 مليون، ماني ناوية بيعه بصراحة، هذا إذا كان بدي بيعه. طيب منين رح نجيب مصاري؟ ما في معامي مصاري؟ أملاك عمك كلياتها محجوزة، وإذا كان معه مصاري برات البلد فمرته عفوا ما رح تخليك تشمي فرنج منها. جودي مانا مرت عمي، مرت عمي ماتت، وهي المصاري دين مو هدية. انت مصرة مشان البيت؟ يعني بدل ما اتخلى عن كل شي احسن لي بيعه. بس هذا رح يأثر على اسمنا بالسوق بسرعة، بيقولوا هدول افلس وعم يبيعوا بيوتهم. يعني هلا ما عم يقولوا هيك سيد انوار؟ زيادة على ما يقولوا رح يصير هذا الشيء. مصارينا اللي بتسوى 3 ليرات
رح تنزل لليرة. ما بيهمني اللي بيقولوا الناس وبيشو بيفكروا وشو عم يساووا. ما رح اتخلى عن مبدأي لحتى موت. رح بيع بيتي وكل شي مشان هالشغلة. لازم لاقي طريقة لحتى ساعد هالبنت. معلم ما سمعت. مشان هيك بحب اشتغل معك يا تامر، لأنك بتعرف شو لازم تسمع وشو ما لازم تسمع. لازم نعرف كيف نتخلص من هالمشكلة بهدوء. رح احكي مع انجي بخصوص المصرف مشان الدين. انجي؟ انجي تتر اغلو. بن داود تتر اغلو؟ ايه، وشو يعني؟ بنتو رفقات ليش؟ رفيقتي من ايام انجلترا. انجي بنت منيحة. انسي هدى، هنن الاكبر. اذا كانت رفيقتكن منيحة بالفعل، معناها فينا ناخد القرض اللي بدنا اياه من عندن. انت عم تحكي جد؟ نحن فينا ناخده، بس انت بتقدري تخسري كل شيء. ادخل. سيد المدير، جبت مأمون. فوتو. يلا فوت. ايه شو بدك يا استاذ مأمون؟ خربت الدنيا مشان تحكي معي. فينا نحكي لوحدنا؟ ومين انت لحتى احكي معك لوحدي؟ رح اشتكي. رح اشتكي كتابيا اذا بدك. شكاية شو؟ وشو اللي ما عجبك من شروط السجن؟ شو كان عم يساوي مراد على مدار بسيارة النقل؟ عن شو عم تحكي انت؟ شو جنيت؟ زتيتوني بالزنزانة ومنعتوني من حق استخدام التليفون. ما دام ما في امان على حياتي خلوني استخدم التليفون واحكي مع محامي. شلون ما في امان على حياتك يا ابني؟ خلصني بقى هالفول اللي بتمك. ما في فول. الزلمة فات على سيارة النقل بكل بساطة وهددني واستجوبني. وين تأمين حياتي؟ ممكن تجاوبني؟ لو كنت محاكي مراد على مدار، ليش كان فيك توقف قدامي وتحكي او تعيش؟ انقلع من وجهي. امشي. يلا اشتكي لمين ما بدك. اشتكي. يلا امشي. استعمل التليفون والا بخرب كل شيء. اشتكي وما تعطيك. داود تتر اغلو لو وافق بتكون خلصت مشاكلنا بثلاث ثواني، بس هنن بالعاده اللقمه اللي ما بيقدروا ياكلوها ما بيعطوها لحدا. انا بعرف انجي بس، وبعرف انه عندها اخ واب، وما بعرف عنها شي تاني. داود تتر اغلو هو اغنى واقوى رجال الاعمال اللي سمعت فيهم بهالبلد، وانه قوته الكبيره هي انه مانو بالساحه، وبيقولوا انه عنده أكثر من 60 مليار دولار كاش. هاي المصاري مو موجودة عند حدا بالعالم، مو بس بتركيا. كيف ما في؟ بدك ما تقري قوائم فوكس، هن ما بفوتوها مشان الضرائب. روح اسألي أي بنك بأي بلد بالعالم، دغري بيعرف مين تتر أغلو. إنجي رفيقتي؟ أبوها لإنجي السيد داود عنده أرباح هائلة من الصحافة، من الصحافة لتجارة الأسلحة رسمية وغير رسمية، وبمجال البترول والمعادن، من البنوك للتمويل. ليش في مجال ما فاتوه أو ما حطوا إيدهم فيه؟ يعني اللي بدي إلك يا هدى خانم، إذا هدول بيساعدونا فعلى الدنيا السلام، وبدك تضب شنتايتك وتسافري برات البلد. خلصنا. شو سويتوا لألطورس؟ عفوا استاذ، الشركة هلا بيد ابنة جاغري. سلجوق شو عم يساوي؟ ما عم يتدخل بالشغل كتير. مو البنت اللي عيونها خضر؟ ايه صديقتي هدى، بنت منيحة وعاقلة. ومدام هيك رح نتفق، طالما هي رفيقتك وظروفها صعبة منساعدها.
قال هزار بأغلو حطوا عينهم على شركات الإنشاء، وقال كاشكار على المشافي، وقال كرجداق على أموال غير المنقولة. قال كاشكار رح ياخذوا المشافي، لهيك رح يساوي المستحيل، وإذا نحن دعمنا آل توروس ما رح يقدر آل هزار بياخذوا شي. وبالنسبة لآل قرجداغ، أراضيهم قيمتها كبيرة، وإذا ضاعت منا رح نندم كتير بالمستقبل. صار عمري 60 سنة وما ندمت عشي عملته يا صهري. شوف، أنا أعطيتك بنتي وما ندمت. ليش اعتمدت عليك؟ لأنك أخويا الجين. معناها وقت شخص بيعتمد بيعطي أغلى ما عنده. أنجي، لازم تهتمي بصديقتك، لأنه حرام فقدت أبوها. مثل ما بدك بابا. كانت بتحبني. في بنت ما حبتك؟ ما في. لا يفتحوا؟ لا يا معلم. مالنا محتاجين مشافيهم رضوان، رح نخسر مصاري من دون مقابل. مو مثل ما عم تفكري، هاي حرب. طالما انه كل واحد رح يحط ايده على شيء، فلازم نحن كمان ناخذ شيء منهم. ايه بس ليش؟ وين رح تجربي قوتك؟ رح نطلب املاكهم، ورح نشوف مين غيرنا موجود وشو هي قوته، ونحط خطتنا على هذا الاساس. لأني ما رح خلي حدا يستلم مجال الصحة غيري، ولهيك بدي يعذرني الكل، وخاصة الناس الشرفاء مثلهم. قال معالجة المرضى ببلاش. ايه شو انت الدولة يا اخي؟ حتى الدولة ما عاد عالجتن ببلاش. وينك يا ابن اخي؟ كنت برياضة عمي. انت كيف يا خالي؟ تعرف بنت آل توروس؟ البنت اللي قتل ابوها؟ ايه هي. تملي فيها، قلنا شغل معها. شغل عاطفي ولا مادي عمو؟ كأنه انت عندك مشاعر. انت هيك عم تجرحيني، ما شفت وحدة تعجبني، شو بدي ساوي؟ هاي لقيت لك ياها، انهي لي امرها. هدى خانم عندك ضيوف. ما عم انتظر ضيوف. عم يقول بده يقابلك يا خانم. شو اسمه هاد؟ مراد علمدار. تفضل سيدي، هدى خانم عم تستناك. شكرا. تفضل. مراد علمدار. هدى. تشرفت. طلبت تشوفني. أول شي حابب إني أعزيكي،
شكرا لك. يلي صاير معك كأنه بخصني. طيب بقدر أعرف سبب زيارتك المفاجئة؟ بدي بيت مناسب لإلي. حضرتكم ناويين تبيعوا هذا البيت شي؟ سيد المدير سامحك على قلة أدبك، خود احكي مكالمتك. لا بيتي ولا أي شيء من أملاكي للبيع. أنا ما سألت إذا كان معروض للبيع، بس سألتكم إذا كنتوا عم تفكروا تبيعوه. ما في هيك شيء. العفو منا، من وين توصلت لقناعة إنه يكون عندي هيك فكرة؟ ما عندي قناعة بنوب، بس هيك حبيت أسأل. ليكون سمعت من شي حدا أو حدا قالك إني عم فكر ببيعتي. إذا ما كنتي عم تفكري بهالشي فمين اللي رح يكون قالي يعني؟ آسفة أنا ما بعرفك، بس حضرتك اجيت لعندي وعم تسألني إذا كنت بدي بيع بيتي، هاد مو غريب شوي؟ ما سألت إذا بدك تبيعي، بس إذا ناوية تبيعي بشتري، اتفقنا؟ اسمع لقلك، إذا اجيت أنا لبيتك وقلت مثل هيك شي شو كنت رح تقول؟ كنت ضيفتك شي على الأقل. لا أنا ما رح ضيفك شي. بس أنا ما طلبت منك إنك تضيفيني شي. بس الشي اللي عم تساويه عيب. شوفي يا هدى خانم، بلشت كلامي وقلت لك إني بعزيكي على مصابك، بس حضرتك قطعتيني وقلتي لي شو بدك، وهذا هو عيبك الأول. وعيبك الثاني هو تفكيرك بإني رح أطلب منك شيء، يعني شايفتيني تاجر، أو فيني قلك بشكل ثاني شايفتيني مافيا، مع أنك لهلأ ما بتعرفيني. بس أنا ما قلت هيك شيء. والثالث، حطيتي حواجز بيني وبينك، والحاجز الأخطر أنك عيبتي على شخص ما بتعرفيه. حتى أنا ما بدي أحرجك أكثر من هيك، بس ما تصرفتي مع شخص إجا لعندك مشان يخبرك ويقلك إنه هو معك بناء على صورتك وعائلتك وثقافتك حسب ما هو بيتوقع بشكل منيح. أنت فهمتني غلط. أنت يلي فهمتيني غلط. هذا رقم تليفوني. إذا فكرتي إنك تبيعي بيتك فيك تتصلي. مثل ما بتعرفي الناس يلي مثلي فيهم يدفعوا فرق العملة بكل بساطة يا هدى خانم. مين اللي أخذ الصورة؟ واحدة من صحفيات المحكمة يا معلم. ومين بيعرف هالشي غيرك؟ اللي بيعرفه بنتنا ومدير الاستخبارات يا معلم. نادي لي إياها لهالصحفية. هي هون يا معلم. فوتي يا بنتي. أنت اللي أخذتي هالصور؟ إيه أنا يا معلم. مين هددك مشانه؟ ساعد مراد اليمين ميماتي باش. خبرتي حدا شي بهالموضوع؟ لا يا سيدي ما خبرت حدا، بس المدير والشيف وحضرتك. لا تقولي لحدا شي لحتى تشوفي الصورة بالجريدة. شكرا فيك تروحي.
فهمني كيف بتتنصت على شخص وهو بالسجن؟ ما هنن بيتصلوا من تليفونات الموظفين الرسميين. ما بهمنا من وين بده يتصل. وكيف رح تلاقي؟ سجلنا صوت الزلمة من البيانات اللي قالها على التلفزيون، حملناها على الكمبيوتر وشفرناها. وهذا الصوت إذا اتصل بحدا من وين من كان من تركيا فرح طلقته أجهزتنا. لا تبالي، أنت لو شفرت صوتي إلي هلأ فيك تسمعني من أي رقم؟ لا ما فيني، بس فيني أعرف مكانك. بس هذا مخالف لحقوق الإنسان. وين الحرية؟ وين السرية؟ وين الحرام؟ هذا لسه مو شيء. أنت عم تحكي عن الحرية والارتباط، بس فيهم يتسمعوا على كل شيء بتحكي من دون حتى ما تعرف. شو عم تحكي؟ لا مو عليك، بس على اللي بدهم ياه، كلامهم، كتاباتهم، اللي بيساووه واللي ما عم بيساووه، كل شيء بيقدروا يسجلوه. أنت عم تحكي عن الدين والتدين وهيك شغلات مو هيك تامر؟ أنا عم بحكي عن التكنولوجيا. ما بعرف كيف بدي اطلع على وجه عزت إذا كانوا عم يتسمعوا عيالي بعقلنا. بصراحة هو المرتاح، تفكير صفر والهم صفر كمان. عندك شوية وقت معلم؟ يا الجين تعا. الشباب صوروا شغلة ملفتة للنظر، جاب لي اياها مدير النشر، حبيت ارجيكم اياها. شو هاد؟ قاتل جاكري طوروس مراد على مدار زارو لما كانوا عم ياخدوه للسجن. شو علاقته فيهم؟ ما بعرف. شو رأيكم ننشره بالجريدة؟ أول شي شوفوا شو كان عم يساوي معه. هالصور لا بتقدم ولا بتأخر ولا بتساوي شي، احتفظوا فيهم. حاضر معلم. وانت تابع هالموضوع، مين ومن وين هو؟ أهلين حبيبتي، آسفة لأني ما أجيت زورك. بكفي اتصالك يا إنجي. كيفك؟ كيف صرتي؟ ماني منيحة، كيف رح صير يعني؟ كل مالها عم تسوق حالتي أكتر. كان صعب كتير، كنت رح جن لو أنا خسرت بابا. أنتي قوية. شو رح يفيد هاد؟ وأخيرا حكى. انت راقب الخط وأنا رح خبر المعلم. عم قلك مراد على المدار. ايه أنا ما خنت حدا وما رح بي، عم تفهمني؟ في شي أخبار عن سيلفي؟ طيب اسمعني، يا بتخطفوني من هون خلال أسبوع أو هذا عنوان المكان اللي اتصل عليه. ميماتي هالشغلة لكم. ماشي معلم. لاحظت شي بالبيت اللي اتصل فيه؟ ايه معلم، بس لساته عم يحكي مع السجن.
عمران قول لإياد مشان يجهز السيارة، رح تطلعوا. أمرك معلم. كيف الشغل معك؟ بصراحة منيحة، بس عنا مشكلة معدية صغيرة. ليش ما خبرتيني؟ انت بتعرفيني انجي، ما بحب احكي عن الشغل معك. هذا شي وهداك شي. وينو جوزك؟ ما بعرف فؤاد. ها، كأني شايف هالبنت شي مرة. انا هدى، كيفك؟ منيح. وانت؟ منيحة. شو رجعتي لتركيا؟ ايه انا هون، عندي حفلة بالاسبوع الجاي، خليكي على اتصال مع انجي. بس اكيد رح تجي. اوكي. ما تغير اخوك ابدا. مثل العادة غليظ كتير. كان بنك عائلة جارجا داقي رح يعطينا قرض، بس ما بعرف عم تطول القصة كتير. هدى انت ليش عم تروحي لهم؟ هنن ما عم يضيعوا الوقت وما رح يعطوكي قبل ما يحطوا اصعب الشروط. سلجو، هاي الدنيا صارت ما بتنطاق ابدا. اسطنبول كانت من اكثر عواصم العالم فيها امان. كيف رح تقدر تخلي مصاريك هون مع هاي الشروط؟ وكيف بتقدر تجذب المستثمرين؟ لساتها امني جلال بيك؟ لا تنسى ما قتلوا اخي بنص الشارع، قتلوه بقلب مكتبه. مزبوط سلجو. مين اللي دخل هدول القتلة بالمهنة؟ ها؟ رح نوصل لمرحلة ما رح نقدر نرتاح لا بمكاتبنا ولا ببيوتنا. والله بالنسبة لنا مش الحال بالحالتين، وخاصة بعد ما شفت شروط القرض تبعكم. أخي ما إلو علاقة بهدول يا سيد سلجوق، كنا رح نحل أزمتكم المالية، بس بعد هاي الحادثة ما فينا نقنع حدا. كأنه في حدا عم يقلكن توقفوا. ما في أدنى شك يا جلال بيك، أخي انقتل، ليش في إنذار أكبر من هيك؟ نحن هون من شأن نتخلص من هالشي. من هلأ ورايح نحن أخواتك. من هلأ ورايح نحن أخواتك. إذا لزمك أي قرض يجيب لي طلب وأنا رح وقع عليه دغري. شكرا سيد فاروق، يسلموا على كل شي. سلجو متفق مع شي حدا تاني؟ مو معقول يكون مرتاح لهالدرجة. مع مين بتتوقع؟ مع مين رح يكون؟ أكيد هو عم يحلم كتير. العنوان وشوف هالشغل اللي نحن فيه. شو راح يصير؟ صرت قايل لي هالحكي كثير. لأنه عن جد ما لاحظت هذا الشيء. عبد الحي، واضح إنه ما رح نقدر نفوت بهالشغل بعد كل هالوقت. فهمت علي؟ لف على اليمين. اتصل. شو عرفت العنوان؟ حضر حالك. يلا تحركوا وخبروني
حاضر معلم. شكله رح يحكي مع حدا تاني. شكرا لكم على كل شيء يا دكتور. الحقيقة أنا مدين لكم بصحتي وعمري اللي جاي. أستغفر الله، كنت رح أقول إنه تعال كل ما صار لك شيء بس. الله يبعد المشاكل. أنا رح أكون منتظر تشريفك لعنا ورح أكون كتير سعيد. طبعا أكيد. مع السلامة. يا أخ حسني، هلا صار وقت الفراق. كنت مبسوط كتير وأنا عم ساعدك هون، وأنا كتير ممنونك على هالشي. وأنت كنت بصراحة مثال للأخ والصديق، وشو ما عملت لك ما فيني أوفيك حقك. هذا الحكي اللي عم تحكي لي إياه بيخليني أقول إنه أنا إذا متت رح موت وأنا مرتاح. سيد تركي، إذا قبلت إنه أنا بعد ما كمل 30 سنة خدمة بالدولة بدي كمل حياتي عندك وإنت تصير معلمي. عم تحكي جد؟ طبعاً إذا إنت بتقبل. طبعاً رح كون كتير سعيد بهذا الشيء. الله بيعرف البعد عن هذا المكان صعب، بس البعد عنكم أصعب بكتير يا حسني. أنا بانتظارك أول ما تتقاعد. معناها أنا من اليوم قاعدة. من هلا ورايح موظف الصحة البسيط حسني يالن كيلج تحت أمرك. رجع اتصل. الرقم اللي حكى معه كأنه رقم السجن. معناتها رح يقتلوه. اياد، هنن عم بيراقبوا كل شي فينا، وانت عم تسألني عن اليمين واليسار. بأنو جهة رح نطلع بعد هذا الطريق؟ روح يسار، قلت لك يسار. يا ترى المعلم مراد من انت بيتعامل مع الهكر تامر؟ بتعرف شي؟ ليش؟ لازم تسمع تامر. إذا كان مشان التنصت فهذا موجود من زمان. مين بيعرف الحكي اللي قلناه على التليفون؟ ما قلت لي من انو جهه رح نروح؟ يا اياد قلت لك انه دافاي دافاي معناتها بالروسي انه لف على اليسار مره ثانيه. إيه يلا لف على اليسار لشوف هلا. الواحد بيشكر على الاقل. بلا كتر حكي، هذا واجبكم. بالفعل انك واحد قليل ادب. كيفك يا مراد؟ مين قلنا جوا؟ ألف شكر ما في حدا جوا. ما هيك قصدي يا خال. إذا أنا أعطيتك اسم فيك تنقذ حياته؟ ومين هذا الشخص المهم غير يا صديقي مراد؟
مأمون جوندودو. توروس اللي قتل جاجري توروس هو، بس لازم يضل عايش أكتر. راح شوف، بس صعب، راح نحلها إن شاء الله. إذا كان بيلزمك كتير خلينا نهربه. لا يا خال، ما لنا زمان مدخلينه، بدنا إياه هنيك. طيب مثل ما بدك. ما في حدا هون أبدا، ما شفت ولا مكان من الأماكن اللي بيستحق المراقبة. فرحت وزعلت، انبسطت لأنه الهكر استعمر طلع غلطان. هذا بيعني إنه في شغلات ما بتعرفها التكنولوجيا. ألو أخي، عطيتنا العنوان غلط. إياد اكتب، هذا المكان جديد؟ أنا شايف إنه هذا هو مكانه. هذا الزلمة عم بغير مكانه على طول. شو هالعنوان؟ صار لنا ساعتين ما عرفنا الشارع. شو هالمحل اللي بعتونا عليه؟ شوف جوا. شو عم تستنى فوت؟ أخيرا نفدت يا تركي. نفدنا والحمد لله، وكل شيء صار من الماضي. الحمد لله على السلامة. أنا تحت أمرك. استغفر الله. محتاج لمساعدتك، اجيت بالوقت المناسب. وأنا رح ساوي اللي بقدر عليه. كنت بيروقراطي بالثمانينات. من خلال خبرتك يا سيد تركي، بدي اياك تخبرني كل شيء عن الاغتيالات والجرائم المجهولة، خاصة بنهاية الثمانينات وبداية التسعينات. في شيء حادثة محددة بدك تعرفها؟ محاولة اغتيال أوزار. الحمد لله على السلامة يا أخ. الله يسلمك. أول شيء خليني أعرفك عن نفسي. أنا حسني يالنكالج، رئيس قلم السيد تركي الخاص بعد خدمة 30 سنة بالدولة. تشرفنا بمعرفتك. تفضل. عامل الصحة حسني مفقود يا دكتور. كيف يعني مفقود؟ هذا الشخص مفقود، ما شفناه بأي مكان. راح يجي راح يجي. وين راح يروح حسني المجنون؟ ما راح يقدر يعيش برا ولا ليلة.
صار له زمان مقتول. شو ما عرفتني عبد الحي؟ عمران شو عم تساوي هون؟ انت اللي قوصته؟ لك لا يا اخي، لسه هلا اجينا. خلينا نطلع من هون بسرعه. استنى شوي. المرحوم اوزال بالعام 1980 كان عم يحاول يساوي تركيا متاقلمه مع العالم، وكان بده يخلي المصاري التركية إلى قيمة كبيرة والصكوك المصرفية حرة، بس انزعج بعض الناس من دعمه للتصدير. مشروع أوزال هذا كان أساس لسياسة الانفتاح التركية بالتسعينات، وخاصة من بوابة روسيا الجنوبية. مين كان له مصلحة بموت أوزال؟ تحالف كبير. شو سويتوا من ماتي؟ من ماتي طلعوا بسرعة.